10 احتفالات أيقونية مختلفة شاهدناها في كأس العالم. خلال 21 نسخة من كأس العالم شفنا احتفالات كتيرة. تعالوا نفتكر أشهر 10 احتفالات في تاريخ كأس العالم. 10. دييغو مارادونا 1994. احتفال مارادونا قدام الكاميرا بعد هدفه في مرمى اليونان في كأس العالم 1994. أسطورة الأرجنتين بعد هدفه جري بكل سرعته للكاميرا مباشرة وهو بيبرق. ورغم ان البعض ممكن يشوفه احتفال عادي، لكنه كان بداية نهاية مسيرة مارادونا بعد فشله في اختبار المنشطات واستبعاده من البطولة وقتها. 9. راشيدي ياكيني 1994. احتفال راشيدي ياكيني بأول هدف في تاريخ نيجيريا بكأس العالم، واللي سجله ضد بلغاريا. راشيدي دخل الشباك وصرخ وهو بيهز ايده في واحدة من أشهر الاحتفالات. 8. بيبيتو 1994. احتفال بيبيتو الشهير بهدفه في هولندا وهو بيهز ايده كأنه شايل طفل احتفالا بمولوده الجديد. 7. ديفيد بيكم 2002. بعد ما كان عدو لإنجلترا لمدة 4 سنين بسبب طرده ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1998، جاءت الفرصة للرد من بيكم فسجل هدفه من ركلة جزاء ضد الأرجنتين برضو في 2002، هدف طلع في بيكم كل غضبه. 6. ماركو تارديلي 1982. بما أن الصراخ بعد الأهداف في بعض الأحيان ضروري، فبالتأكيد احتفال ماركو تارديلي بعد هدفه في نهائي نسخة كأس العالم 1982 يعتبر واحد من اللحظات الأيقونية في تاريخ المونديال. 5. روجيه ميلا 1990. احتفال أسطورة الكاميرون روجيه ميلا التاريخي ضد رومانيا ورقصته الشهيرة وهو عند رايت الكورنر. 4. جوليوس أجاهوا 2002. الاحتفالات الأفريقية مكملة، وطبعا ما نقدرش ننسى النيجيري جوليوس أجاهوا وهدفه في السويد والشقلبة 7 مرات بعد هدفه. طبعا في كتير حاول يقلده وأبرزهم ميروسلاف كلوزا، بس عمره ما قدر يبقى زي أجاهوا. 3. روبي كين 2002. قرر روبي كين بعد هدفه على الطائر في شباك السعودية انه يحتفل على طريقة روبن هود واحتفال القوس والسهم الشهير، لكن طبعا قبلها كانت شقلبته المعتادة لكنها مش زي شقلبة أجاهوا. 2. براين لاودروب 1998. براين لاودروب نجم الدنمارك في كأس العالم 98 سجل هدف رائع، لكن احتفاله كان أروع عشان يرد على ابنه اللي قال له ان احتفالاته مملة، فقرر بعد ما سجل ضد البرازيل انه يتزحلق على الارض وكأنه بيبص للشاشة باستمتاع. لكن جمال الاحتفال كان انه مفاجئ لأي حد بيتفرج وقتها في مباراة هي الأخيرة ليه دوليا. زين الدين زيدان 1998. أغلب اللاعبين بيبوسوا القميص أو شعار المنتخب، لكنها مش هتكون زي احتفال زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 1998 بعد ثنائيته ضد البرازيل.